نروح بقى للكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الشباب ونطمن اكتر منه على منتخبنا. تحياتي ليك يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن اسامه، منور الدنيا وموفق دايما. موفق، ربنا يخليك يا كابتن. طمنا بقى على منتخب مصر الشباب. بص، هو طبعا يا اسامه، هو يعني اي نعم اللعيبه مع الفرق الكبيره، بس ده برضو قلقني من بعض اللعيبه. انا اتمنى ان لعيبتي معايا يا اسامه، لان مطلوب مني جوانب كبيره جدا على المستوى البدني والجسدي والخططي والنفسي. يعني النهارده انا لازم اعمل شغل انا اللي قابل بيه تونس والمغرب والجزائر وليبيا. اسامه هم مع الفرق، بس خلي بالك في نسبه التفاول في الشغل الفني. في ناس بتلعب 10 دقائق، في ناس بتلعب ثلث ساعه، في ناس، ما ده مش كويس. وبعدين هم الشغل في الانديه مهاري، خطه بينالتي، حيطه، فاول، كورنر، دايره 4-2، ده شغلهم. ليه؟ لان كل ده تهم مباراه. انما انا بعمل دوره حمل وبنظمها كويس جدا، وبعمل قياسات لكل واحد عشان اشوف هو فين اللي انا عاوزه اسامه بنظمها قبولي. يعني امبارح مثلا عامل 8 الصبح وبعد الظهر، اول امبارح، وكان عندي ماتش ثاني يوم. انا مش تهمني، واخد بالك، ان عندي شغل بظبطه للعيب هقدر استفيد بيه، واقدر النهارده انظم بيه الامور الفنيه يا اسامه. فاللي اقصده النهارده 6 في الشهر، بعد 3 اسابيع من البرنامج انا معيش غير 4-5 لعيبه. لازم برضه الانديه تتعاون معاك وتديني اللعيبه، واخد بالك، لان اللعيبه دي من قبل بطوله السعوديه كانت فين؟ ما كانتش موجوده خالص. لكن بفضل الله ثم الشغل والاولاد برضه ظهروا وابدعوا وتالقوا، وبقى النهارده الانديه متمسكه بكل لعيب. يا كابتن اديني اللعيب، لا مش فكان قدامك. الناس لازم تتعاون معايا المدربين يا كابتن، ويدوني عشان لازم تشتغل صح. النهارده مثلا انت بتقول نسبه الدهون، طب واحد عنده 4 كيلو دهون اشيلهم ازاي؟ لازم ما اعشرشهم، مش قدامي بيروح ياكل بقى، بيلخبط في مشروبات وبيلخبط في اكل. فاللي اقصده انا بظبط الوزن، بظبط النوم يا اسامه. بطوله شمال افريقيا امتى يا كابتن ربيع ان شاء الله؟ البطولة دي تصفيات أمم أفريقيا يا أسامة، في 11. تصفيات دي في أول 11، أول أسبوع من 11 لحد 24. فلحضرتك دي مؤهلة لأمم الكاس الأمم 21. في موريتانيا. هياخدوا فرقتين من الخمس فرق. فلحضرتك، فالقصود يا كابتن أسامة إن لازم نشتغل. أنا حاطط في برنامج 9 مباريات، منهم 7 دوري ممتاز. ولا هلاعب مين؟ هلاعب مين؟ ما عنديش حد. فالمقصود ان المدربين، وبعدين النهارده 6، النهارده 6 10 خلص 6 اهو، بكره 7 10. فالناس تديني يا اسامه، وفي ناس تخلص 24، وفي ناس تخلص 15، وفي ناس تخلص 22. يعني حضرتك بتتكلم في باقي شهر على التصفيات، اقل من شهر. النهارده انا كنت عامل محاضره في علم النفس الرياضي. لحضرتك برضه انا بحاول بص مكملات بقى اللي انا هستفيد بيها. محاضره مهمه جدا، علم النفس الرياضي للعيبه في السن ده مهم جدا جدا جدا. بالك؟ فانا قصدي بشتغل على السلبيات، ولو في ايجابيات بناكدها، والامور صعبه جدا. انا عاوز يا كابتن اسامه، يا ريت الله يكرمك انك تنادي المدربين ان هم يسيبوا لي اللعيبه عشان اقدر. النهارده يا اسامه انا عندي 15 لعيب مش موجود. طب بشتغل بمين؟ يعني الاساسيين. قلت مثلا، وبعدين اتكلم عن المغاربه، النادي الاهلي طلبوا يروح طبعا، بدل فريق اول ومحتاجه يروح. تمام. العربي مثلا اعمل له انا العربي تقييمي لي سنتين لعب 6 دقائق، ما يجي معايا خلاص. خد بالك برضه العربي قال انا عندي ماتش وده، قلت له اتفضل. اي لعيب يا كابتن اسامه بيحتاج المدرب للفريق الاول، بقول له اتفضل روح خلص وتعالى. وانا بضم صوتي لصوتك يا كابتن ربيع، وبنشد الانديه ان خلال الفتره اللي جايه على الاقل 15 يوم او 20 يوم الانديه تسيب اللعيبه للكابتن ربيع ياسين، عشان يقدر يبقى فيه حتى تجانس ما بين اللاعبين في المعسكر. عايز اروح مع حضرتك للقطه مهمه النهارده يا كابتن ربيع، وانت حضرتك بتتكلم انك يعني كان في محاضره النهارده للاعبين قبل بدايه التدريب النهارده، عزف السلام الوطني للاعبين النهارده قبل التدريب. طبعا يا كابتن اسامه، الله، النهارده 6 اكتوبر. النهارده حرب اكتوبر المجيده، النهارده حرب يوم النص، يوم العز، يوم الكرامه. الولاد دول خلي بالك لو ما تعلموش على الدين الصحيح ثم الوطنيه يا كابتن اسامه، نعلمهم ان الثقافه الوطنيه دي يا كابتن لازم. انا دايما اقول لهم اخوانكم واحبابكم بيدافعوا عن مصر في سينا وفي العريش وموت من اجل مصر. احنا 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 لازم نضحي من اجل مصر ونقف جنب مصر ونلعب باسم مصر. حقيقة. فطبعا الوطنيه دي يا كابتن اسامه لازم اغرسها في اللعيبه، مش كلام. كل يوم خلي بال حضرتك في التمرين، لو التمرين ساعه ونص، التمرين ساعه، كل بقى النشيد الوطنيه اللي انت عارفها كلها لازم يسمعوها ولازم يكرروها. فالنهارده طبعا وقفنا السلام الجمهوري، والسلام الجمهوري قبل اي تمرين يا كابتن اسامه لازم السلام الجمهوري. وانا يعني معاك، وده شيء مهم جدا ان احنا ازاي نربي الناشئ الصغير
على حب بلده. كابتن ربيع، ودلوقتي حضرتك بتقول خلاص بقى اقل من شهر على التصفيات، كابتن ربيع حاط ايده دلوقتي على التشكيله الرئيسيه لمنتخب مصر؟ اه طبعا عارفين، هو احنا الحمد لله ان المساحه دلوقتي كبيره والعدد اللعيبه اللي بيلعب دلوقتي فريق اول كبيره جدا. حتى انا في ظل الظروف دي بجيب لعيبه، يعني انت عارف في تسلسل في الارقام بالنسبه للمراكز، يعني مثلا عندي الباك رايت 5 لعيبه، الباك ليفت 6، فبجيب ده رقم 4. عندي مثلا 2 مش موجودين الباك رايت، محمود صابر النجم الساحلي التونسي واحمد عيد، فرحت جاب الثالث في التسلسل عشان العب فيه. فطبعا اكيد ان في تقريبا 23 اسم قدامي طبعا نجم، اكيد ان خلاص يعني اكيد انا لفيت مصر لفه كبيره 20 شهر يا استاذ مسامع، 20 شهر دلوقتي انا بلف، وديت فرصه للجميع لكل مصر، فرصه ليك حتى الايام دي يا كابتن اسامه. متوسط الاعداد اللي انا جبتها من 5-8 ل 6-10 معديه ال 75-80 اسم. تمام، عشان ما اظلمش حد، بل عشان ما اظلمش حد، وبعدل الله سبحانه وتعالى، واحنا عندنا عدد كبير جدا، وهذا الجيل يا كابتن اسامه الحمد لله ان في عدد كبير جدا قبل التصفيات الرسميه بفضل الله لعبوا دوري ممتاز. هذا فضل خطر حياتك، ده جيل لمصر يا كابتن بنقدمه، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل ونبقى موجودين بقوه الفتره الجايه بمشيئه الله. ان شاء الله كابتن ربيع، ربنا يكرمك ويوفقك ويكرم كل الجهاز ولاعبي منتخب مصر الشباب. كابتن ربيع سينا المدير الفني لمنتخب مصر الشباب، شكرا جزيلا لك. طبعا انا بضم من هنا صوتي لصوت الكابتن ربيع، يا ريت الانديه خلال الفتره اللي جايه، وهو بيقول لنا بقى اقل من شهر على التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، تعب سنه، محتاج الانديه تشارك شويه كابتن ربيع، يعني محتاج على الاقل الانديه تسيب اللعيبه لو 20 يوم او 15 يوم عشان يحصل تجانس ما بين اللاعبين، يقدر يحط حتى ايده على التشكيله الرئيسيه ويحفظ اللعيبه قبل التصفيات المهمه. كل التوفيق وكل الدعم مننا للكابتن ربيع سين.